أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن يوم. نبدأه من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. أكاديميون سعوديون في بريطانيا والشراكات العلمية سيكون لها نصيب من زيارة ولي العهد. 15,000 عاملة سعودية تقدمنا على برنامج دعم نقل المرأة، وسماء غائمة على جنوب وغرب المملكة. مشاهدينا، ما هي أبرز الملفات التي سوف أناقشها بإذن الله في هذه الحلقة من برنامج الوطن؟ إذن بداية سوف نتكلم عن يوم المرأة العالمي. السعودية وما حققته المرأة السعودية من إنجازات: السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة، والشورى يحسم الأمر. تحية طيبة مشاهدينا الكرام من جديد. في يوم المرأة العالمي، المرأة السعودية وما حققته من إنجازات. أبرز الإنجازات للمرأة السعودية التي أصبحت هي شريك مهم في التنمية. هاشتاج يوم المرأة الذي انتشر في السعودية وكان ضمن أكثر الهاشتاجات انتشارا اليوم، وحقق تقريبا 50,000 تغريدة. بداية خلونا نستعرض أبرز التغريدات اللي كانت اليوم على نفس هذا الهاشتاج. بداية خلنا نشوف تغريدة بسام فتيني، غرد قائلا: في اليوم العالمي للمرأة أقول شكرا لكل السيدات التي تشرفت بالتعامل والعمل والمزاملة معهن. الكبيرة منهن أخت لي والصغيرة كابنتي، وكل امرأة منجزة في هذا الوطن الأخضر هي مصدر فخر لي وأعتز بها. رحم الله جدتي وعمتي، وحفظ الله لأمتي أمي ووحيدتي ابنتي، الله يحفظهم يا رب. أيضا تغريدة لحصة غردت قائلة: لا تصدقوا قول أو لا تصدقوا رجل يقول هزمت امرأة. يا سلام، المرأة لا تهزم، هي فقط تستسلم لبعض الوقت ثم تضع أحمر شفاهها وتنهض. يعطيك العافية، فعلا المرأة هي مخلوق قوي خلقه الله عز وجل ليربي الأمة ويصنع أجيال. لا طبعا أيضا تغريدة للإعلامية رانيا الخطيب: الرجل الضعيف يخشى من قوة المرأة، صح؟ لأنه يرى في قوتها عجزه وضعفه وفشله، فيحاول أن يهينها ويقلل من شأنها. أما الرجل القوي فيرفع من شأن المرأة ويحترمها، لأنه يرى قوته في قوتها. يعطيك العافية، صح لسانك. أيضا قالت نور على نفس هذا الهاشتاج: لم أخلق أنثى ليكسرني رجل، خلقت أنثى لأنجبك وأربيك وأجعلك رجل. كلام قوي. أيضا تغريدة أخرى لعايدة جابر: في اليوم العالمي للمرأة، المرأة صانعة لهذا العالم، فهي تستطيع أن تغير جيلا إن أرادت ذلك. ايضا مشاهدينا على صفحه، طبعا انا هذه الصفحه اللي هو يتناول اول سعودي واول سعوديه، صفحه مره اعجبتني، عشان كذا انا اليوم شخصيا اخترت لكم هذه التغريدات الجميله والمشرفه. واكيد تحيه لهذا الحساب الجميل واللي فعلا يسلط الضوء على ابداعات السعوديين والسعوديات. خلينا نشوف اول تغريده اليوم انا اخترتها لكم: رغم كل الصعاب ابدعتم وانجزتم في كل مجال وكل مكان، وكنتم دوما في المراكز الأولى. صحيح، يعطيك العافية. أيضا خلونا نشوف تغريدة على نفس الحساب اللي أنا اخترته لكم اليوم: عالمات سعوديات في البيئة، في الفيزياء، في العلاج بالنانو، تعرف على أشهر 10 عالمات سعوديات دخلنا التاريخ وكنا مصدر فخر لبلدهم والعالم. خلونا نتعرف كلنا مع بعض على أسماء العالمات السعوديات اللي هم فعلا فخر لنا. الحين احنا قاعدين نشوف البروفيسورة المخترعة سامية عبد الرحيم ميمني. يا أيضا خلونا نشوف البروفيسورة سميرة إسلام، هي أول مسلمة تحصل على جائزة اليونسكو للمرأة والعلوم، وتشغل منصب مستشارة إقليمية بمنظمة الصحة العالمية في برنامج الأدوية. نشوف اللي بعدها:
أيضا اللي بعدها إلهام أبو الجدائل، هي عالمة سعودية اكتشفت طريقة لاستنساخ الأجنة للغرض العلاجي. نشوف أيضا المبدعة السعودية بهذا اليوم، يوم المرأة. نشوف اللي عقبها أيضا، قاعدين الحين نشوف صورة أيضا حياة سندي، هي أول سيدة عربية وسعودية تحصل على درجة الدكتوراه في مجال التقنية الحيوية من جامعة كامبريدج، وساهمت في الكثير من الاختراعات العلمية. خلونا نشوف آخر صورة معانا وآخر مبدعة سعودية، أكيد ما هي الأخيرة وأكيد السلسلة طويلة، لكن إحنا اليوم اخترنا عدد من الأسماء. خولة الكريع فازت بجائزة هارفارد للتميز العلمي في عام 2007، وتقود فريقا علميا يتبنى برنامج بحثي فريد، وذلك للتعرف على البصمة الوراثية لمرض السرطان. مشاهدينا، وتنضم إلينا أيضا يعني المبدعة السعودية، واللي هي فخر للكثير من بنات الوطن، وأنا اليوم جدا سعيدة لاستضافتها بهذه المناسبة. أكيد سمو الأميرة بسمة بنت سعود، هلا ومسهلا صاحبة سمو الملكية الأميرة بسمة بنت سعود، الله يحييكي معي اليوم في يومنا نحن النساء. بداية، حققت المرأة السعودية نجاحات كثيرة على مدى السنوات الأخيرة، وتكللت هذه النجاحات أيضا في سلسلة من القرارات والتمكين الذي حصلت عليه في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. حدثينا عن أبرز ما حصلت عليه المرأة السعودية في السنوات الأخيرة. أولا أشكرك أخت شيرين على هذه الاستضافة، وتحية اليوم لكل مرأة في العالم أجمع، العالم العربي والعالم الكرة الأرضية بما فيها. وأحيي بهذا اليوم المليك الرشيد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي أصدر عدة قرارات في هذه السنة في حق المرأة، التي انتظرناها لوقت بعيد. إنجازات المرأة السعودية باختصار هي يعني لا تعد ولا تحصى في يوم واحد، وكل يوم نحتفل بالمرأة السعودية في عدة مجالات على كل الأصعدة، وهذا ليس بغريب لأنها كانت صحيح في الظل، ولكنها يعني أبدعت منذ سنوات. ولكن في هذه السنة يعني سلطت الأضواء على المرأة السعودية وإنجازاتها، وهذا إنجاز بحد ذاته. فكل ما كل امرأة سعودية وكل عالمة وكل ناجحة أتمنى لها الاستمرارية والثقة، وأتمنى أيضا من الرجل في بلدنا العزيز أن يستمر في دعم هذه الموجة التي بدأها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وله منا كل التقدير والاحترام لهذه البادرة التي ستغير الكثير من مستقبل الأجيال القادمة للمرأة في المملكة العربية السعودية. نعم، سمو الأميرة، دائما عندما نتحدث عن نجاح المرأة وتمكين المرأة أكيد هناك نقاط عديدة يجب أن تستند عليها المرأة حتى تستطيع هذا، حتى تتمكن من النجاح. بداية، نعم، دعم الأسرة، الزوج، الوالد، الأم، دعم أيضا ولاة الأمر، وأخيرا أكيد تمكينها من الوظائف وأيضا تلقيها العلم حتى تصبح فعلا بعد ذلك عالمة كما نرى في النماذج العديدة في بلادنا. حدثينا أيضا عن هذه الجزئية. هذه الجزئية هي يعني هي الأكثر صعوبة والأكثر تحديا الآن في هذه الفترة الوجيزة التي أصدرت فيها كل هذه الأوامر الملكية، التي لم تقصر أبدا في فتح المجال إلى أن يكون لنا قاعدة أساسية في المملكة العربية السعودية للمرأة لكي تحقق وتصل إلى الأهداف. كما نعلم يعني كثير من النساء ليسوا يعني من الطبقة المرفهة، ولكن على عموم المملكة العربية السعودية يوجد أكثر من 70%
في الهجر والقرى، وهذه هي التحديات الكبيرة التي تجعل المهمة صعبة إن لم يتعاون الجميع في أن تكون هذه الأوامر معممة على الجميع، وتكون قاعدة أساسية بقوانين مفعلة قادرة على الاستمرارية حتى تؤتي نتائجها التي يراها الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وهذا تضافر جهود كل الوزارات وكل الهيئات الحكومية والمجتمعية والخيرية والإنسانية والمعاهد والمقررات التي هي أساس تربية الأطفال على احترام المرأة والأخت والأم الذين والزوجة الذين هم ركيزة العائلة في المملكة وفي العالم أجمعين. نعم. أولا من التعليم، نعم، ونعممها فيما بعد على الجميع. فهذه تضافر جهود كبيرة وتحتاج إلى تخطيط متوازن حتى تصل إلى النتائج التي نريدها جميعا لنساء المملكة والعالم العربي أيضا. نعم سمو الأميرة، أنا أكيد بدوري أقول لك كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت مشرقة ملهمة منيرة، وكل عام أيضا ونحن نتعلم من قوتك. وأكيد طبعا بنهاية اللقاء هذا أنا حابة أنك تعطين كلمة لكل امرأة عربية وليست فقط سعودية، ولكل امرأة أيضا في العالم مضطهدة أو لم تطالب بحقوقها أو هي ضعيفة، كلمتك سمو الأميرة. يعني ليس بوسعي أن أقول إلا أن ثابري على الطريق إلى أن تصلي إلى الأهداف المرجوة. كلنا واجهنا الصعوبات في البداية، ولكن مع الإصرار والاستمرارية وعدم فقد الثقة في النفس سنصل إلى الأهداف المرجوة للمرأة في العالم العربي، في المملكة العربية السعودية وفي العالم أجمعين. الإصرار والاستمرارية، نعم، هذه هي كلمتي لكل امرأة. نعم، شكرا جزيلا لك سمو الأميرة بسمة بنت سعود شاكرة، كل الشكر وجودك اليوم معي في هذا اليوم. مشاهدينا أيضا في نفس السياق، ونتكلم اليوم عن فرحة العالم وليس فقط الأشخاص والعالم العربي بيوم المرأة العالمي. أيضا في ذات السياق احتفل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي بيوم المرأة العالمي، وأطلق مغردون وسم حصد أكثر من 60,000 تغريدة خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وظهر الوسم في أكثر من دول عربية منها السعودية والإمارات ومصر والأردن ولبنان، وغرد الكثيرون مناصرين للمرأة والحديث أيضا عن أفضالها. برنامج الوطن اليوم رصد أبرز هذه التعليقات حول هذا الوسم في عدة تغريدات، دعونا نتناول البعض منها. بداية تغريدة لمصطفى آغا، تحية أكيد للإعلامي الجميل مصطفى الآغا، غرد قائلا: ما رأيتك الأنثى فضلا في الإسلام، تدخل أباها الجنة طفلة إن أحسن تربيتها، وتكمل نصف دين زوجها شابة، والجنة تحت قدميها أما. يعطيك العافية، صح لسانك مصطفى. أيضا مالك نجر غرد قائلا، تحية أكيد لمالك نجر، غرد قائلا: أمي أقوى إنسان عرفته بحياتي، أعرف بماذا مرت وكيف كانت حياتها وكيف استطاعت الصمود على الرغم من كل شيء. يوم مبارك لكل النساء التي يذكروني بأمي. الله يا رب يسعدها ويحفظها لك يا رب العالمين. وفعلا كلنا نتعلم القوة من أمهاتنا، وكل شخص فينا في داخله أمه. أنا هذا اللي أنا أعرفه، وأنا هذا أيضا اللي أنا عايشة عليه شخصيا. أيضا أروى الوقيان غردت قائلة: كل يوم ونساء العالم بخير، وتلك الموظفة بخير، وتلك اللاجئة بخير، وتلك المكافحة بخير، وتلك المختلفة بخير، وتلك المتمردة بخير، وتلك الأم بخير،
وتلك الطفلة بخير، تغريدة جميلة يعطيك العافية. أيضا الشاعر ناصر الوبير غرد قائلا: صباح الخير لكل نساء الأرض، صباح الاحترام المبني على المساواة والتقدير، صباح الحب لأنثى محبتها دوما وليس يوما. فعلا هذه هي المرأة، محبتها تدوم ما تتم على يوم واحد. عموما مشاهدينا الكرام نروح الفاصل قصير ونواصل عقب برنامج الوطن. تحية طيبة مشاهدينا لكم من جديد، أنتم تتابعون هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. مشاهدينا انتقينا لكم الآن هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري الشايب، وفيها: العمل نفذت أكثر من 14213 جولة تفتيشية على محلات الذهب والمجوهرات بكل المناطق، و 96% من المنشآت ملتزمة بقرار التوطين. فتحوا باب القبول على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات. وفي مبادرة نوعية ومتفردة، جامعة القصيم تطلق حملتها توعية وصحة وتثقيف للسنة الثانية في محافظة عجلة القصبور برعاية أمير القصيم، وتستمر لمدة أسبوع بأكثر من 244 برنامج مختلف. وشرطة الرياض تقول ترى سالفة اختطاف طفلة بأحد الأحياء غرب العاصمة إشاعة وسوالف واتساب. مشاهدينا، حسم مجلس الشورى بجلسته المنعقدة اليوم مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة، حيث قرر عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع المادة 13 من نظام الخدمة المدنية المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، حيث أيد المجلس عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لتعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف ومن الرياض الأستاذ سليمان العساف المحلل المالي والاقتصادي. هلا ومسهلا، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. بداية، أهمية هذا القرار وهو اليوم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة، وكما تعلم ونعلم فقد كان ممنوعا عليه الجمع ما بين الوظيفة ومشروع فتح مشروع خاص به. تفضل. اهلا وسهلا بكم وبالساده المشاهدين. كما هو معلوم ان بالنسبه لموظفي القطاع العام، الموظفين الحكوميين لديهم مزايا يحسدها عليهم موظفي القطاع الخاص. لو عندما يضاف لهم ميزه ان يسمح لهم بالتجاره وبالعمل في الاسواق او فتح مشاريع، فان هذا سيضعف الهدف، احدى الاهداف الاساسيه للرؤيه 2030، وهو ان يوجهوا الشباب للعمل في القطاع الخاص حتى لا يرهق كاهل القطاع العام والذي يعاني من نوعا ما وبحدود ضيقه بطاله مقنعه. فلا بد من ان يكون موظف القطاع العام يعمل في مجاله ولا يتعداه، لانه عندما يفتح محل او مؤسسه او شركه فانه بالطبع الطبيعه البشريه سيقوم باهمال عمله والذهاب الى اعماله الخاصه وتغليب المصلحة الخاصة على هذا بصفة عامة، وليس كل الناس هكذا. فهذا القرار يصب في صالح موظفي القطاع الخاص وموظفي التجارة أو المستقلين الذين يعملون لأنفسهم. نعم، لكن يعني فعليا طبعا يعني المقترح مثل ما كنا نتكلم قبل شويه هو يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالا في مكافحة التستر التجاري. وكما تعلم فإن تطبيق هذا المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية كما ذكرت. لكن أستاذ سليمان، كلنا نعرف، وبصراحة خلينا شوية نكون واضحين، في كثير من الموظفين الحكوميين يفتحون مشاريع تجارية بأسماء خواتهم بأسماء زوجاتهم. كيف اليوم يعني ممكن إحنا نحقق المعادلة الصحيحة وأيضا يعني يعتدل ميزان العدل؟ أولا بالنسبة لهذا الموضوع اللي كان ممارس سابقا أنه يفتح باسم ابنه أو زوجته أو أخته، لا أعتقد أن هذا الموضوع سيستمر بسبب أصبح تكلفة العمالة الوافدة مرهقة جدا على المنشآت، لا يستطيع أن يقوم بالتستر وبالعمل بهذه الطريقة بسبب أنها مكلفة جدا عليه وعلى العامل.
فمن يريد أن يعمل فإنه سيضطر أن يعمل بنفسه، أن يأتي أن يقلل العمل قدر الإمكان وأن يقوم بنفسه بإدارة العمل. فبهذه الطريقة هذا تحد من نسبة التستر ومن نسبة تكدس العمل الوافدة وتغليبهم على المواطنين. نعم، لكن البعض يقول أنه في حال السماح للموظف الحكومي بمزاولة نشاط تجاري فإن هذا سوف يزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبذلك يكون هناك حراك أكبر في العجلة الاقتصادية. تعليقك والرد على من يقولون ذلك أستاذ سليمان. والله يا سيدي، إذا كنا نتكلم عن المشاريع الصغيرة وأنه الموظف الحكومي فإن كان يريد أن يعمل في القطاع مثلا SMEs المنشآت الصغيرة المتوسطة، من الأفضل أن يقوم بإدارة بنفسه ويترك العمل الحكومي لغيره، وعلى الأقل يستفيد بدل ما يعمل في جهة ويستفيد من جهة أخرى، لابد أن يغلب مصلحة جهة على أخرى. الأمر الآخر، موظفي القطاع العام والخاص الآن شبه متساويين، السعوديين غير السعوديين تقريبا حوالي 4 أضعاف أعداد السعوديين في القطاع الخاص. لابد من أن نحرك عملية توظيف القطاع الخاص وتشجيع الشباب أن يقوموا بأعمالهم الخاصة، ونقلل من الاعتماد على الموظفين بالقطاع الحكومي. من أكبر الأخطاء أن تسمح لموظف الحكومة بمزاولة التجارة، لأنه سيهمل عمله. كما هو معلوم، الموظف في القطاع العام يضمن راتبه أنه لن يفصل ولا يخصم منه، كما ما هو معلوم أنه عنده أمان وظيفي مرتفع. فسيستغلون البعض طبعا منهم هذه من أجل إساءة استخدامها، والذي أتمنى أن لا يسمح لهم بالتجارة. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. إذا من الرياض سليمان العساف المحلل المالي والاقتصادي، شكرا جزيلا لك. تحقق المرأة السعودية انتصارا جديدا يسجل لها ولمستقبلها في ظل التشريعات الجديدة التي من شأنها أن تعالج الكثير من القضايا التي تلامس استقرار الأسرة وتعالج قضايا المجتمع بما يعود بالنفع على الجميع. التقرير التالي وتفاصيله. حكم قضائي تحت مسمى بيت الطاعة كان يلزم المرأة السعودية بالرجوع لبيت زوجها حتى وإن كانت لا تريد البقاء زوجة له لأسبابها الخاصة. أوقفت وزارة العدل تنفيذ هذا الحكم بواسطة المادة 75 من نظام التنفيذ لما رأته من حق للمرأة بأن يكون لها حق المطالبة بالطلاق أو بالخلع منه. دعوى الانقياد هي دعوى يرفعها الزوج على زوجته بغرض إثبات نشوزها لسقوط حقوقها الزوجية من نفقة وسكن وغيرها. غالبا تكون الأحكام في دعوى الانقياد إما بالفسخ بعوض أو بدون عوض، أو أن يكون الحكم بالانقياد والانقياد لا ينفذ جبرا استنادا على نص المادة 75 من نظام التنفيذ، أو الحكم بنشوزها وبذلك تسقط جميع حقوقها الزوجية. وهنا يتبين لنا أن هذا الحكم هو عبارة عن إثبات لنشوز المرأة وعدم رغبتها في العودة لمنزل الزوجية، ولكنها لا تجبر على العودة. الأضرار التي تصيب المرأة من دعوى بيت الزوجية ممكن نقسمها إلى أضرار نفسية وضرر غير مباشر قانونيا. الأضرار النفسية هي شعورها أنها هي مجبرة بأنها تعود إلى بيت الزوجية، ولكن فعلا دعوى بيت الزوجية لا تنفذ من قانون التنفيذ المادة 75، ما تجبر المرأة أنها تعود إلى بيت زوجها، ولكن إذا ثبت أنها ناشزة راح تفقد حقوقها بعض حقوقها الزوجية. وبالنسبة للحل القانوني لها واللي ممكن يكون مكلف، أنها راح ترفع دعوى أخرى عشان تثبت أن الزوج معيب فتقوم بفسخ النكاح، وإذا لم تثبت فيجب عليها أنها تعيد المهر له أو نصه. خطوة مهمة أجبرت القضاة في السعودية على الالتزام بما تنص عليه اللوائح والأنظمة القضائية. يرى كثيرون بأن إيقاف العمل بقرارات أحكام بيت الطاعة يعد حفاظا لكرامة المرأة السعودية ولقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج وعدم إجبار المرأة السعودية للعودة لزوجها بالقوة الجبرية. لأخبر الآن عبد الله القرد، الرياض. مشاهدينا نتوقف الآن مع جولة الصحف لهذا اليوم ونقرأ فيها بداية خبر من صحيفة الحياة التي أوردت محمد بن سلمان ومي يدشنان مجلسا للشراكة الاستراتيجية،
وأيضا يعتبر وكهو كخرق للبروتوكول، حيث كانت هناك سابقة حيث استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأقامت مأدبة غداء على شرفه، وهذا تكريم لا يحظى به سوى رؤساء الدول. وازدانت شوارع لندن بصور ولي العهد وعبارات تحمل عناوين الإصلاحات التي أدخلها في حياة السعوديين. أيضا مشاهدينا، وخبر آخر من صحيفة عكاظ، ولي العهد وتيريزا ماي يتفقان على ضرورة مواجهة تدخلات إيران. وفي تفاصيل الخبر، إنشاء مجلس شراكة استراتيجية سعودي بريطاني، حيث بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع رئيسة الوزراء البريطانية أمس الأربعاء في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 داونينج ستريت في لندن. أيضا مشاهدينا، أوردت صحيفة الرياض خبر تحت عنوان الجبير بحث تعزيز العلاقات التاريخية مع وزير الخارجية البريطاني. وفي سياق الخبر، التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في لندن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز شراكتهما. مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الوطن اليوم. مع السلامة.